أنا يا أبو زمان وفطوركم اليوم مختلف، فرق كبير بين فطورنا وفطوركم. لا والله فطورنا حاجة بسيطة لكنها مفيدة ونقوم شبعانين منها. فطورنا لب عيش هكذا، خميرة ومزق حوته وبقلة بقل وحق طيبة عليها ثوم حوايج فرصة من هذه. الله أظن تجي شعر بالبارد هذه يطلع من إنفه، والحمد لله تلدلع منها حتى تشبع يجي بسحور وانت عليك ما لقمة. لكن اليوم يا أبوك فطوركم عبث كل أشكال وألوان، أم صفرة عليها من كل ما لذ وطاب، ولكن تقوم منها جايع لما عينك بذا. والله هذا ما كلت منه تنشغل وانت تدور الا هنا وهنا وهنا وهنا، وتقوم يقولون الصلاة وانت عادك طارق. والله نسيت مع كل من دي عبد باقي دي ها باقي كان هذه باقي. فكلما خير الأمور ما قل ودل يقولوا. فالحمد لله الله يتمها نعمة علينا وعليكم إن شاء الله دائما، وشهر مبارك، وإن شاء الله إحنا اليوم الخامس يجري جري الله يعطينا خير إن شاء الله، وله كله خير وبركة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. معدل قبول سامحوني يا أبوكم، هذا فطورنا زمان حتى تعرفوا.